طيب اهلا وسهلا بكم من جديد. اليوم ان شاء الله بدنا نحكي عن انزيم جاما جلوتامل ترانسفيريز. اعتقد انه الاسم بشير للوظيفه بتاعت الانزيم زي ما انتم شايفين، اللي هو ترانسفير جلوتامل جروب، وتحديدا بيعطيها لاذر او الدونر بتاع الجلوتامل جروب بيعطيها لاذر اكسبتور، قد يكون امينو اسيد، قد يكون بيبتايد، قد يكون اللي هو ايه حتى الميه ممكن تكون اكسبتور للجلوتامل جروب. يعني يمكن ذا موست نون دونر في الجلوتامين جروب اللي هو جلوتاثيون، واللي احنا بنعرفه انه ذا موست ريديوسينج ايجنت موجود في اجسامنا. يعني طبيعه الحال تحت تاثير او بفعل الانزيم الجلوتاثيون حيخسر اللي هو حينقل مجموعه الجلوتامين عشان يعطيها للامينو اسيد. طبعا الناتج حيكون عندنا جلوتامين بيبتايد بالاضافه للالسيستين جلايسين. زي ما احنا شايفين يعني اللي هو وظيفه الانزيم اللي هو نقل الجاما جلوتامين ترانسفيرز، نقل الجلوتامين جروب من بيبتايد لاذر اكسبتور في الحاله هذه. طبعا هو ما بيشتغلش او ما بياخذهاش من سنجل امينو اسيد، اللي هو بياخذها من بيبتايد. بالمفهوم هذا خلينا نشوف انه ممكن تكون وظيفه بتاعته اللي هو ايه بروتين سينثيسيس، تصنيع البروتين. ممكن يكون طبعا وظيفة تانية اللي يتحكم في مستوى الجلوتاثيون زي ما احنا شايفين اللي هو الموست ريديوسنج ايجنت within our bodies، برضو بالاضافة لترانسبورت اوف امينو اسيد. طبعا مش الفكرة انه نقل الامينو اسيد نفسه، لا، يعني هو امينو اسيد يكون سنجل امينو اسيد على الجهة التانية، والرياكشن من الاذر سايد للممبرين بتحول لامينو اسيد او بكون امينو اسيد تاني. يعني هاي الفكرة في الوظيفة بتاعته. بالنسبة وين ممكن نلاقيه في الأماكن، ممكن نلاقيه في الكدن، في البرين، في البروستيت، في البنكرياس، وفي الليفر. يعني بشكل أساسي خلينا نقول أهمية أو كلينيكال سيجنيفيكانس بتاعته أو الأبليكيشن بتاعته في حالة الليفر أند بيلياري سيستم ديس أوردرز. إذا بتتذكروا يمكن بشارك الشغلة هذه الألكالين فوسفاتيز، شفنا أهمية الألكالين فوسفاتيز في حكاية اللي هو البليري اوبستراكشن او اللي احنا كنا بنسميها كوليستاسيس. طبعا نرجع بنأكد كمان مرة بيختلف عن الالانين امين ترانسفيريز بتاع الهباتو سيلولار. هنا سواء بحكي الجاما جلوتاميل ترانسفيريز او الالكالين فوسفاتيز، وظيفتهم او الكلينيكال سيجنيفيكانس بتاعهم انه ايه ديتكشن اللي هو ايه هباتو بليري اوبستراكشن او اللي احنا بنسميه ايه كوليستاسيس. يعني خلينا نقول يعني المكان بتاعه او وجود الجي جي تي تحديدا اللي هو في الابيثيليال سيلز لايننج ذا بيلياري داكتيلز، اللي هو التيوبس او الانابيب اللي موجوده في داخل الليفر اللي بتتجمع فيها اللي هو البالج والحاجات اللي زي كده. يعني طبعا هو موجود بشكل اساسي في داخل اللي هو ايه السموث اندوبلازميك ريتيكولام اللي هي للخلايا او اللايننج سيلز، لايش؟ للداكتيلز اللي موجوده ايه في الليفر. يعني بطبيعة الحال خلينا نقول اللي هو elevated جي جي تي elevated in hepatobiliary disorders زي ما شفنا في حكاية الالكالين فوسفاتيز، making it one of the most sensitive enzyme for this condition للhepatobiliary disease او الكوليستاسيس. يعني هنلاحظ انه ايه higher elevation موجود طبعا في البيلياري تراكت obstruction، موجود بشكل اساسي طبعا في الايه في سموث اندوبلازميك ريتيكولام. اذا بتتذكر وظيفه سموث اندوبلازميك ريتيكولام اللي هو مخزن كالسيوم بتصنع فيه الكوليسترول، بالاضافه وظيفه مهمه اللي هي بيعمل ديتوكسيفيكيشن للكيميكالز والدراجز اللي بتخش في الجسم. بطبيعه الحال حكايه الديتوكسيفيكيشن اللي هو تغيير الكيميكال ستراكشر لها بمعنى اخر، وعشان كده بتلاحظوا حتى الناس اللي عفوا يعني بياخدوا كيميكالز كتير زي الكحول على سبيل المثال، ما هي كيميكالز، يعني بتلاحظوا انه ايه فيش استجابة عندهم للمواد أثناء البنج والعمليات، لأنه صار عندهم كم كبير من سموث اندوبلازميك ريتيكولام اللي بتعدل الكيميكالز زي الكحول اللي داخلة في الجسم. يعني وممكن حتى ما يتأثروش أو ما يتجاوبوش مع كتير مع الدراجز التانية، في النهاية كلها كيميكالز. يعني خلينا نقول اللي هو ممكن يزيد أو المستوى بتاعه الجي جي تي بيزيد في حكاية اللي هو إيه انزيمز ادوسينج دراجز، يعني بعض الدراجز زي مثلا وارفارين فينوباربيتال اند فينيتون اللي هو ككيميكالز بتزيد مستوى اللي هو الانزيم. طبعا لانه هذا جزء من وظيفه اللي هو السموث اندوبلازميك ريتيكولام انه يعمل ديتوكسيفيكيشن للدراجز هذه. برضه في حاله الالكوحوليزم برضه هو كيميكال، عشان كده هو السبب في زياده اللي هو ايه
السموث اندوبلازمك ريتيكولم اللي يترتب عليه زيادة انتاج اللي هو ايه الجاما جلوتامل ترانسفيريز. حتى ممكن يستخدم مستوى او الليفل بتاع الجاما جلوتامل ترانسفيريز في المصحات، الناس اللي بتعالج من ادمان على الكحول، يعني تو ميجر ابستنشن فروم الكحول، يعني تشوفوا مستوى او يقدروا انهم في بيمتنعوا الاشخاص هذول عن تناول الكحول او لا. بطبيعة الحال يعني خلينا نقول اللي هو ايه، يعني يمكن بعد الامتناع عن الكحول او الادكشن في خلال اسبوعين لثلاث اسابيع بنزل مستوى الجلوتاميل ترانسفيريز. طبعا هذا علامة على انه بيمتنع عن الدراجز او الكحول يعني، لكن ممكن يرجع بطبيعة الحال اذا الانسان عاود انه يستخدم او يستهلك كحول بزيادة كمان. يعني من ضمن الامراض اللي ممكن يعلى مستوى فيها لو اكيوت بنكرياتاس والدايبيتس ميليتاس والمايوكارديال انفاركشن. قد تكون المسألة في البنكرياتاس والدايبيتس ميليتاس واضح السبب في البنكرياس أو في الزيادة من البنكرياس، بس يمكن حسب ما هو مكتوب في المايوكارديال انفاركشن مش واضح ايش سبب زيادة اللي هو الجلوتاميل الترانسفيريز يعني. ومع ذلك خلينا نقول يعني الأشياء سواء البنكرياتاتس والدايبيتس في أشياء أو بروفايلز تانية ممكن تستخدم الفحص إلها، يعني مش من ضمن منها اللي هو مش من ضمنها اللي هو الجاما جلوتاميل ترانسفيريز. خلينا نقول فائدة تانية للجاما جلوتاميل ترانسفيريز اللي هو نشوف الهيباتو بيلياري اوبستراكشن او انفولفمنت في الادولسنس، الناس الصغار شوي. يعني احنا قلنا انه بالنسبة سواء الجي جي تي الجاما جلوتاميل ترانسفيريز والالكالان يستخدم في حكاية الميجرمنت للهيباتو بيلياري اوبستراكشن، لكن هنا يمكن الادولسنس عشان بكون حكينا قبل كده انه بكون عندهم مستوى الالكالان فوسفاتيز اعلى بحكم انه الاوستيوبيوسيس اعلى عندهم من النورمال ادلت، عشان كده ممكن اللي هو الزيادة في الالكالين بسبب الاوستيوبيوسيس عشان نتلافى المشكلة هذه. فخلينا نقول اللي هو الجاما جلوتامل ترانسفيريز ممكن يساعدنا في التفريق انه المسألة هذه انه في هيباتو بيليري انفولمنت افضل من الالكالين فوسفاتيز في الحالة هذه يعني. خلينا نقول السيلة الانزيم تعتمد على اللي هو السبستريت، في الحالة هذه بيكون اللي هو ايه جاما جلوتاميل بارا نيترو انيلايد. طبعا اللي هو السبستريت او الانزيم بينقل مجموعة الجلوتاميل زي ما احنا عارفين وظيفته، وبيتبقى على النيترو او البار نيترو انيلايد اللي هو مركب كالوروميتريك او كالوروميتريك. القراءة او السبكترو قراءة سبكتروميتر بتكون ما بين اللي هو 405 ل 420 يعني. الاشياء اللي انتبه لها اللي ممكن تعمل ايروز في قراءة الجاما جلوتاميل ترانسفيريز، طبعا هو انزيم ستيبل يعني، والهيموليسيس ما بيأثرش في القيمة بتاعته، يعني هاي الميزة او الادفانتج بتاعته. يعني بالنسبة للرينج بتاعه في الميل من 6 ل 55 يونت بير ليتر، بالنسبة طبعا عاد 37 الفي ميل بتكون اقل شوية 5 ل 38. ويمكن احنا بنعزو المسألة هذه اللي هي عبارة عن استروجينيك اور بروجستيشنال هرمونز اللي هي السكس هرمون اللي احنا بنحكيها. يعني احنا دائما قلنا الفروقات ما بين الميل والفيميل يعني ما لقيناش سبب واضح تاني بنعزوها لاي حكايه السكس ديفرانسز او الهرمونز الموجوده. يعني هاي الرياكشن اللي هو ايه بتحدث عن الديترمينيشن زي ما احنا شايفين جاما جلوتامل بار نيترو انيلايد زائد جلايس جلايسين بفعل الانزيم بطبيعه الحال الجلوتامل جروب بتروح لايه للجلايس جلايسين عشان يضل عندنا اللي هو جاما جلوتامل جلايسين والايه بار نيترو انيلايد اللي هو الكروموجين اللي بنقرا زي ما قلنا ما بين 405 ل 420 يعني. كده بتكون ان شاء الله خلصنا الجاما جلوتامل ترانسفيريز، وبعد كده ان شاء الله حندخل على الاميليز واللايبيز باذن الله. يعطيك العافيه وشكرا.